حديث أكثر مشاهدينا حول هذا الملف وقرارات محكمة العدل الدولية بالأمس. أرحب بضيفي هنا بالاستوديو دكتور أيمن هلسه، الخبير بالقانون الدولي العام وحقوق الإنسان. دكتور أيمن، أهلا وسهلا بك في أخبار أسبوع، يعطيك ألف عافية، حياك الله. الله يخليك. هناك إشادة بما جاء بقرارات محكمة العدل الدولية، ورغم السرد، طريقة سرد القاضية التي نطقت بالتدابير المؤقتة، تشعر وكأن هنالك اعتراف من هذه المحكمة ضمنيا بأن الاحتلال الإسرائيلي ارتكب إبادة جماعية في قطاع غزة، ولكن رغم كل ذلك، وهذا السؤال يدور في بالي منذ الأمس دكتور أيمن، لماذا لم تتخذ المحكمة قرارا واضحا بأن تأمر بوقف إطلاق النار، أو ما يسمى بحسب ما جاء بالدعوة، دعوة جنوب أفريقيا، بوقف الأعمال العدائية؟ لماذا لم نصل إلى هذا القرار الذي كان مهما جدا، وأقل المتفائلين كانوا ينظرون أنه سوف يكون على قائمة القرارات؟ دولة جنوب أفريقيا كانت طالبة 9 طلبات، تم الاستجابة لستة منهم فقط، وأول طلب زي ما تفضلت حضرتك هو المتعلق بوقف إطلاق النار ووقف الأعمال العدائية. أنا باعتقادي في سببين اللي خلت المحكمة ما تحكم بوقف إطلاق النار. السبب الأول الطريقة اللي تم سرد فيها القرار، واللي هي اعتبارا من الفقرة 13 بلشوا يحكوا عن 7 أكتوبر والاعتداء اللي قامت فيه حماس، وبالتالي الأضرار التي ترتبت على هذا الاعتداء، من ثم بلشوا يحكوا عن الأمور الأخرى. طبعاً فهم بلشوا اعتداء، تقصد بما يقوله المحكمة بصياغة القضية حتى تكون الألفاظ واضحة للمشاهدين. هذا العبارات المستخدمة، وحطوا عن الوفيات اللي تمت وكذا وما إلى ذلك. بالطلب اللي قدمته جنوب أفريقيا، هي بدأت بالنزاع من 75 سنة، واعتبرت أن 7 أكتوبر هو نتيجة لما تم سابقا، لكن المحكمة عم تأخذ من عند 7 أكتوبر. فأنت في عندك فعل اعتداء بحسب رأي المحكمة، وفي فعل شكل من أشكال الدفاع وشكل من أشكال المقاومة. هاي النقطة الأولى. النقطة الثانية، هذا اللي بيخليها صعب تحكم بوقف إطلاق النار، لأنه هي اعتبرت 7 من أكتوبر اعتداء، ولم تعتبره شكل من أشكال المقاومة وفق قرارات الشرعية الدولية، أن لمن هو محتل من حقه أن يدافع عن نفسه بكافة الإمكانيات. هلأ أنا كمحكمة، القاضي لا يحكم بعلمه الشخصي، أنا بدي أطلع على هذه الوقائع التي موجودة أمامي وأعطي حكمي، ما بتأثر بظروف خارجية أو بمعلومات خارجية. فهم أخذوا نقطة الانطلاق 7 أكتوبر، مع أنه جنوب أفريقيا أكدت أنه هذا النزاع بلش من 75 سنة وسردت كل التفاصيل. وبالتالي في ادعاء من جانب دولة الاحتلال أنه أنا في حالة الدفاع عن النفس. هلأ المحكمة ما بتقدر تحكم أنه هل إحنا أمام حالة الدفاع عن النفس بخلال هاي المدة القصيرة، لأن الهدف من التدابير المؤقتة هو ظاهر الحال إيقاف جرائم ممكن أن تتم في المستقبل، فهي لا تستطيع الإجابة على حالة الدفاع عن النفس، وإلا دخلت في أصل الدعوة. تمام. فبالتالي إيقاف إطلاق النار سوف يؤثر على ادعاء لم يتم دراسته لغاية الآن، لغاية هذه اللحظة. اثنين، التجارب السابقة للمحكمة لما كانت تطلب إيقاف إطلاق النار ما كان يتم الرد عليها، ما يتم أخذه بعين الاعتبار ولا يتم ملاحقته، خاصة بالقضية اللي كانت موجودة بين أوكرانيا وروسيا. كان من ضمن التدابير المؤقتة إيقاف إطلاق النار بشكل فوري، لم يتم تنفيذه. ولكن الرهان كان دكتور، وإحنا خرجنا بعدة حلقات، أنت معنا الله يعطيك ألف عافية، منذ أسابيع حول هذه المحاكمة، أنه لو كان هنالك أمر بوقف إطلاق النار في هذه المحاكمة كان سوف يتم الانتقال لاحقا إلى مجلس الأمن الدولي تحت الفصل السابع، واستصدار قرار مجلس الأمن الدولي، وبالتالي يصبح موقف الاحتلال الإسرائيلي محرج جدا، ويتم وضع إسرائيل في الزاوية، وحتى الولايات المتحدة الأمريكية بناء على قرار قضائي دولي وقرار من مجلس الأمن الدولي. صحيح، إحنا الآلية رح تبقى كما هي، يمكن أن يتم اللجوء لمجلس الأمن الدولي حتى لتنفيذ البنود الأخرى، لكن اللي صار، أنا بالطلبات اللي طلبتها المحكمة من دولة الاحتلال منطقيا ما بتمشي أو يمكن تطبيقها إلا من خلال إيقاف إطلاق النار. تمام. فهي قد تكون المحكمة ما حكت إيقاف إطلاق النار بشكل مباشر لأسباب سياسية اللي حكيتهم قبل شوي، بالإضافة أني أضمن أكبر عدد من إجماع القضاء حتى ما يصير في عندي إشكاليات بهذه القضية، رغم أن كان هناك إجماع 15 قاضي من أصل
17 صح صوتوا على التدابير المؤقتة؟ لا، حتى في بعض الأمور كانت النتيجة 16-1 هم يصوتون على كل فقرة فقرة؟ كل فقرة فقرة. يعني القاضي الإسرائيلي اللي تم تعيينه من قبل دولة الاحتلال حتى يجلس بهذه الجلسات وافق على تدبيرين. القاضية اللي كانت رافضة بشكل مطلق كل التدابير هي القاضية الأوغندية، وهذا غير مفهوم. بالأمس المملكة وضحت هذه النقطة، ولكن لا نعرف يعني مرجعيتها السياسية أو حتى الإنسانية أو حتى الأخلاقية لتتخذ هكذا قرارات. هي المشكلة إنه إذا بتطلع على تاريخها، هي كانت قاضية في محكمة سيراليون وعندها خبرة طويلة في موضوع جرائم الإبادة الجماعية. موقفها في قضايا مشابهة سابقة كان موقف إيجابي، لكن شو اللي صار بهذه اللحظة؟ يعني أنا اطلعت على قرار المخالفة، هي دخلت بالموضوع بطريقة مختلفة تماما. إذا يعني الإسرائيلي وافق على بندين، الإسرائيلي وافقت على بندين، بس هي برأيها أن النزاع اللي إحنا أمامه هو نزاع سياسي وليس نزاع قانوني، وبالتالي المحكمة تختص فقط بالنزاعات القانونية وليس النزاعات السياسية. أفضل طريقة لحل النزاعات السياسية تكون من خلال المفاوضات والطرق الدبلوماسية، واحد. اثنين، حكت أنا ما شفت وجود نية حقيقية لدى سلطات الاحتلال بتنفيذ أو بارتكاب جريمة الإبادة الجماعية. هلأ الجزئية الثانية مبكر جدا الحديث عنها. طيب احنا هلأ بدنا ندخل بالنية، بدك فترة من التحقيق والتحري. طيب، وما إلى ذلك. خلينا نستثمر الوقت دكتور أيمن. تم إعطاء الاحتلال الإسرائيلي وحتى جنوب إفريقيا الطرفين شهر لتقديم تقارير. صحيح. وتحديدا الاحتلال الإسرائيلي شهر لتقديم تقارير، ما هي الإجراءات التي يتخذها لمنع الإبادة الجماعية في قطاع غزة؟ ماذا يعني ذلك قانونيا؟ هلا يفترض أنا أمسك التدابير الستة، أتأكد من إنه الجيش عم بيحترم هذه التدابير، السلطات الرسمية عم تحترم هذه التدابير، المساعدات الإنسانية والإغاثة سوف تتحسن بشكل كبير وملموس، ويتم توثيق ذلك من قبل دولة الاحتلال، ويحق لجهات أخرى أن تقوم بعملية توثيق متقاربة معها حتى نوصل لنتيجة أنه تغير إشي ولا ما تغير إشي. إذا ما تغير إشي رح نروح فيها لمجلس الأمن لاتخاذ تدابير مناسبة حتى نتأكد أنه هاي التدابير عم بتم احترامها وتطبيقها. لماذا لم تأمر محكمة العدل الدولية بتشكيل لجنة مراقبة مثلا على تنفيذ هذه المخرجات أو التدابير المؤقتة؟ يعني هذه الأسئلة التي تطرح. ما جرت العادة أنها تقوم بإصدار مثل هذه القرارات. بالعادة يترك هذا الأمر لأجهزة أخرى تابعة للأمم المتحدة، يا إما منظمات متخصصة أو مجلس أمن أو مجلس الأمن 100%. وعلى الأغلب إذا وجدوا أنه لم يكن هناك احترام ولم يكن هناك تحسن في المعطيات بالوضع الإنساني الموجود في غزة، على الأغلب سوف يتم اللجوء لهذا الأسلوب حتى يعني يتم التأكد على تنفيذ هذه التدابير. كلنا أشاد بما جاء في محكمة العدل الدولية يوم أمس، 40 دقيقة والقاضية رئيسة المحكمة تسرد وقائع الجرائم والفظائع الإسرائيلية في قطاع غزة. ومن استمع جيدا لهذا السرد لحيثيات هذه المحكمة من قبل هذه الرئيسة رئيسة المحكمة يشعر ضمنيا ويقتنع ضمنيا أن هذه المحكمة مقتنعة بشكل ضمني بجرائم الإبادة الجماعية في قطاع غزة. ولكن هل هذا يدعو إلى التفاؤل خلال المستقبل القريب بأن يتم إدانة الاحتلال الإسرائيلي بهكذا تهمة، وهي أعلى تهمة؟ تمام. صحيح دكتور، هي أعلى تهمة بتهم ارتكاب الجرائم، يعني أعلى من جريمة الحرب. يعني إحنا مختصين فقط في إثبات جريمة الحرب في هذه الحالة تحديدا. يعني حتى لو تم إثبات وجود جرائم أخرى تكون المحكمة غير مختصة فيها. بالبداية السرد اللي كان بالقرار هو عبارة عن تكرار للوقائع اللي كانت موجودة في طلب دولة جنوب أفريقيا، وبالذات المعلومات اللي تم الاستناد عليها من قبل منظمات تابعة للأمم المتحدة، أجهزة متخصصة تابعة للأمم المتحدة، فهي لم تقدم أي شيء جديد. وبالتالي بناء على هذه المعطيات وصلت المحكمة للنتيجة أنه هناك احتمالية ظاهر الأمور للوهلة الأولى أن هناك إمكانية معقولة حتى لو كانت بنسبة قليلة أن جريمة الإبادة عم ترتكب في غزة، وبناء على هذا الأساس تم انعقاد الاختصاص للمحكمة وتم إصدار هذه التدابير. لكن إذا أنا بشوف الآراء الفردية للقضاة الآخرين بصراحة في بعض الأمور تشكل مصدر قلق للمستقبل وليس الآن. وهي في مجموعة من القضاء، هلا هو بالعادة القرار بطلع وفي قرار مخالفة بسموه للقاضي اللي بيخالف هذا القرار، وفي
في قضاة بطلعوا زي إعلانات هي تعليق على هذه الأحكام في أمور معينة. ففي عندي أكثر من قاضي أشار لنقطة أنه إحنا مش مقتنعين من الدلائل المقدمة بهذه القضية أن هناك نية من قبل دولة الاحتلال لارتكاب جريمة الإبادة، وهذا أمر جدا خطير. حتى من صوت منهم، من صوت من على التدابير المؤقتة كلها، زي مثلا القاضي الألماني نولت، هو حكى أنا مش كثير مقتنع بالإدعاء المقدم من دولة جنوب أفريقيا، لكن أنا وافقت على التدابير باعتبارها تذكير لدولة الاحتلال بالالتزامات المفروض عليها بالقانون الدولي، بموجب الاتفاقية القانون الدولي اللي هي اتفاقية الإبادة الجماعية. في القاضي الهندي حكى نفس الشيء، انه لازم يكون في شغل اكثر على موضوع النيه حتى نتاكد، لانه هو اذا ما اثبتت النيه بارتكاب هذه الجريمه معناته الجريمه لم تقم غير قائمه. هذا كلامك ممكن يكون خطير، لانه طبعا يعني ان ما جاء بالتدابير المؤقته في محكمه العدل الدوليه يوم امس هذا اقصى يمكن ما قد تقدمه محكمه العدل الدوليه لنفترض ما قد يحصل في المستقبل القريب، للأسف بناء على هذه المعطيات وهذه الآراء الشخصية للقضاة في المحكمة. بقول لك لأنه إذا ما توصلت لموضوع النية أنت قد تكون أمام انتهاكات للقانون الدولي الإنساني، لكن ليست جريمة إبادة جماعية، قد تكون جريمة حرب، جرائم ضد الإنسانية. فهون أنا بالإضافة للقرار المخالف لسيبو دانتي اللي هي القاضية الأوغندية، اللي أنا برأيي كان قرارها المخالف أفضل من مرافعة الدفاع تبع دولة الاحتلال، فيها نقاط يعني لم يتم إثارتها من قبل دولة الاحتلال ممكن أنها كانت تستفيد لها. لكن أنا هون عندي مجموعة من الدلائل يجب التقاطها من دولة جنوب أفريقيا وأي دول أخرى سوف تتدخل في هذه القضية، اشتغلوا على نقاط الضعف الموجودة في هذه القضية بحسب آرائهم، هذول الخمسة اللي طلعوا هذه القرارات. طبعا أنا ما بدي أخذ القاضي الإسرائيلي لأنه يعني بكل تأكيد موقفه واضح، موقفه واضح، وحكى أنا متعين من قبل دولة إسرائيل بحاول إن أكون حيادي قدر المستطاع. لكن بالمقابل زي ما حكيت لك إنه همي في واحد حكى أنا غير مقتنع بوجود هذه النية اللي هو القاضي الألماني. القاضي الهندي حكى نفس الإشي، بس هو كان عنده تحفظ إنه كان بده وقف إطلاق نار، لكن لم يتمكن من فرض هذا الرأي ويأخذ عليه إجماع من قبل القضاء الآخرين. دكتور الآن بشكل سريع لو سمحت، خلال الأسابيع والأشهر المقبلة ما هو المسار القانوني والمراحل القانونية لاستكمال هذه المحاكمة؟ تمام، احنا هلأ رح نكون أمام عملية رصد من هون لشهر، كل يوم بيوم، ونشوف هل عدد الضحايا عم بتقل، هل المعونات والمساعدات عم تدخل بشكل أفضل مما كان سبق، هل الوضع الصحي والإنساني في غزة عم بتحسن ولا لا. معنا من هون لشهر هلأ دولة الاحتلال رح تقدم تقرير، وكل المنظمات الأخرى وكل الدول الأخرى عندهم الحق أنهم يقوموا بعملية الرصد وتجميعها ويتم المقارنة بين المعطيات. أنا من تاريخ المرافعات حتى صدور القرار مات عندي 2500 واحد، هل بتعتقد أنه هذا يعني حكي منطقي؟ هل راح يتم الاستمرار بنفس هذه الوتيرة؟ أنا باعتقادي بعد بشهر إذا ما تم صار في تحسن ملموس، وهذا التحسن الملموس مش راح يصير إلا من خلال وقف إطلاق النار، حتى لو لم يتم النص بهذا القرار عليه بشكل مباشر، لكن ضمنيا أنا حتى أحقق هاي التدابير يجب أن يكون هناك إيقاف إطلاق نار من هون لشهر، بعدين بتم إحالة الموضوع لمجلس الأمن. يعني بعد شهر سوف يتم إحالة الموضوع. بدي يصير في عملية تقييم. إحنا مطلوب. لو التزم طبعاً الاحتلال لن يلتزم. لن يلتزم. بهذا هذا أمر واقع. ولا تستطيع تعتمد على التقرير اللي راح يقدمه. وهذا كلام موضوعي وليس كلام كيدي بالنسبة للجانب الإسرائيلي، ولكن واضح جداً أنه لن يلتزم لأنه مستمر في عملياته العسكرية، ويقول نتنياهو أننا مستمرون في عملياتنا العسكرية، ويدعي أن ملتزمون أيضاً بقرارات الشرعية الدولية. أنا لا أعرف أين الالتزام. القانون الدولي. إذا كل العالم. صحيح. مؤمن بارتكاب إبادة جماعية يعني في قطاع غزة. البوصلة اختلفت تماما الآن، الوضع كله اختلف، يعني الادعاءات اللي كنا نسمعها في السابق غير مقبول أن نسمعها. أشكرك جزيل الشكر على كل هذه التفاصيل والمعلومات. دكتور أيمن هلسي الخبير بالقانون الدولي العام وحقوق الإنسان، يعطيك ألف عافية. شكرا جزيلا لك كل هذه التفاصيل. الله يخليك. شكرا. هلا.